يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في السنة الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فهل ورد فيها في السنة تحديد ذلك بالأيام البيض؟ يستحبون أن تكون أيام بيض، وليس هذا بلازم. 3 أيام من كل شهر، من أوله من وسطه من آخره، كونها أيام البيض يكون أفضل. نعم.